فيلمنا بيبدأ مع جيس، طفل موهوب في الرسم وتأليف القصص وخياله واسع، وبيتعرض للتنمر في باص المدرسة من زميلته جانيس وفي الفصل بتاعه من زميله سكوت، وبتنضم للفصل بتاعه تلميذة جديدة اسمها ليزلي لسه جاي المدينة جديد. وبيجي البريك وبيحصل سباق بين طلبة فصل جيس وبتشارك فيه ليزلي، وقبل خط النهاية بتقدر ليزلي انها تعدي جيس وتكسب السباق، وبيتضايق انه خسر وبيرفض انه يسلم عليها بعد ما السباق خلص. وبيخلص اليوم الدراسي وبيلاقي جيس ان ليزلي ساكنة في البيت اللي جنبه ولسه ناقلين جديد، وبيرجع البيت وبيمسك كتاب الرسومات بتاعه وبيلاقي اخته الصغيرة بيلا رسمة فيه، وبيزعق لها فبتتحمى في والدها اللي بيعملها بطريقة احسن من الكل. وتاني يوم في المدرسة بتشوف ليزلي كتاب الرسومات بتاعه وبتقوله انه رسمه جميل وانه احسن حد شافته بيرسم. واثناء ما هم مروحين في الباص بيلاقي ان ليزلي راحت تقعد في مكان جانيس، وبيلحقها وبيقومها من مكانها قبل ما جانيس تتخانق معاها. وبينزلوا من الباص وبتقول ليزلي لجيس لو حابب يخرج معاها فبتوافق، وبيتمشوا حوالين البيت لحد ما بيدخلوا في الغابه وبيلاقوا نهر وفيه حبل عشان يتمرجحوا بيه من فوق النهر. وبيحذرها جيس ان الحبل ده موجود بقاله كتير في الغابه وانه ممكن يتقطع بسهوله، ولكن ليزلي بتتمرجح بيه وبيفضلوا يلعبوا وبيتبسطوا. وبتقولوا انها نفسها ما تروحش المدرسه تاني، وانهم يتخيلوا ان في مملكه سحريه خاصه بيهم بس، انها على الناحيه التانيه من النهر وبيقدروا يدخلوها عن طريق الحبل السحري اللي قدامهم ده. وبتقوم ليزلي وتتمرجح على الحبل وبتتنقل للناحيه التانيه وبتختفي من قدامه، وبيروح وراها وبيدور عليها لحد ما بتخضه، وبتفضل تحكي له المملكه بتاعتهم هتبقى عامله ازاي لحد ما بيبدا جيس انه يخاف ويسمع اصوات حواليه وبياخد باله انه في حد بيتحرك في الغابه. وبيكملوا لعب في الغابه لحد ما بيشوفوا بيت شجره مهجور، وبتقول له ليزلي ان البيت ده هيبقى مملكتهم هم، وانهم هيتخيلوا نفسهم جايين المملكه دي عشان يحرروا سكانها المحبوسين من زعيم الظلام، وبعدها يبقوا ملك وملكه فيها. وبيبدا انهم كل يوم يروحوا المملكه بتاعتهم ويظبطوا بيت الشجره ويعيدوا بنائه من جديد ويجيبوا حاجاتهم وكل ادواتهم لبيت الشجره. وبيعرف من ليزلي ان اهلها مؤلفين كتب خياليه، وده بيفسر خيالها الواسع. وبيلاقوا ان في حاجات بتقع عليه من الشجره اللي فوقيهم بسبب السناجب، وبيقول لها جيس انهم هيتخيلوا السناجب دي جواسيس شريره من زعيم الظلام واسمهم سكويجر، وانهم لازم يتخلصوا منهم. وبيضرب واحد فيهم وبيتخيلوا نفسهم انهم يقدروا يطلعوا الشجره بسرعه، وبيبصوا على مملكتهم من فوق الشجره وبيشوفوا شكلها هيبقى ازاي. وبتطلق ليزلي على المملكه اسم مملكه ترابيثيا، وبيرجع بيته وبيرسم كل تخيلاته عن المملكه وعن السناجب اللي اطلق عليها اسم سكويجر، وبيطلب منه والده انه يساعده في انه يحط المصيده في بيت الزرع بتاعه بسبب دخول الحيوانات البيت، وبيخربوا الزرع والخضروات بتاعتهم. وبيجي تاني يوم وبتكون ليزلي عرفت ان عيد ميلاده كان امبارح، وبتجيب له صندوق الوان هديه وبيشكرها على هديتها. وبعد ما بيخلصوا المدرسه بيروحوا يكملوا بيت الشجره بتاعهم وحراسه مملكتهم، وبيلاقوا ان في شجره قديمه كانت هتقع تدمر بيت الشجره بتاعهم، وبيتخيلوا ان اللي عمل كده عملاق بعتوا زعيم الظلام عشان يقتلهم، وبيحاولوا انهم يطاردوه، وبيتخيلوا شكل اثار اقدامه وانهم هيبقوا يحاولوا يطاردوه بعدين. وبعد ما بيرجع جيس لاوضته بيسمع ان مصيده والده قفلت على الحيوان اللي بيبوظ خضارهم، وبيروح قبل والده وبياخد المصيده وبيطلع الغابه عشان يحرر الحيوان هناك قبل ما والده يشوفه، ولو والده شافه هيقتله. وبيرجع بيته وبيلاقي ان والده مستنيه وبيزعق له على اللي عمله، وان الحيوان ده بيضر خضارهم وكان لازم يقتله عشان ما يرجعش تاني، وانهم عايشين على الحياه الواقعيه مش عايشين في قصه من قصصه ورسوماته السخيفه. وبيفضل جيس متضايق في مدرسته، وبتساله ليزلي ان كان هيروح معاها مملكتهم بعد المدرسه، فبيقول لها فوقي من خيالاتك انت كمان. واثناء البريك بتجيله بيلا اخته تعيط عشان جانيس سرقت حلوياتها، وبتقوله روح اضربها ورجع لي حاجتي لان انت اخويا الكبير، لكنه ما بيقدرش وبيقول لها انه لو اتخانق معاها ممكن يترفض من المدرسه، وساعتها والده هيتضايق من اللي حصل. وبيرجع بيته وبيتفرج على رسوماته وبيقرر انه تاني يوم هيصالح ليزلي، وبيرسم لها رسمه وبيقول لها ان موسم صيد الغزلان بدا، وبيكون مستنيها في المملكه بتاعتهم، وبيكون اتبنى كلب وبيديهولها كهديه ليها، وبيقول لها ان هو اللي هيرشدهم للغول العملاق. وبيجري ورا الكلب وبيتخيلوا انهم لقوا بيت العملاق وانه شافهم، وبيجري وراهم لحد ما بيقدروا يهربوا منه وبيرجعوا تاني لبيت الشجره بتاعهم. وبيرتاحوا وبيفكروا في طريقه ينتقموا بيها من جانيس بسبب سرقتها لاخته الصغيره بيلا، وبيقرروا انهم هيكتبوا جواب غرامي كانه من ويلارد اللي معجبه بيه جانيس ويحطوه في الديسك بتاعها، وبيكتبوا فيه انه عايز يقابلها بعد المدرسه. وبتقرا جانيس وبتفضل مستنيه ويلارد عشان يتكلم معاها، لكنه بيحرجها وبيضحك عليها اصحابها وبيبقى شكلها وحش قدام الباص كله. وبتفهم بيلا ان اللي حصل من عمايل اخوها جيس، وبتبقى قاعده فرحانه انه انتقم لها. وبيوصلوا البيت وبتطلب منه ليزلي انه يجي يساعدها ويساعد اهلها في دهان بيتهم، وبيروح معاها وبيستمتع بوقته معاها ومع اهلها. وبعد ما جيس بيرجع البيت بيطلب منه والده انه يجيب له حاجات من الخزنه بتاعته اللي في بيت الزرع، وبياخد مفاتيح والده لكنه بيضيعها، وبيطلب منه والده انه يدور عليهم ضروري وانه مش مركز في حاجه الا رسوماته بس. وبيروح جيس المدرسه وهو متضايق من طريقه تعامل والده معاه، وبتساله ليزلي عن سبب زعله
وبيقول لها انه ضيع مفاتيح والده وانه لازم يلاقيها وإلا هيتعاقب. وبتقول له ليزلي انها عارفة مكان المفاتيح وان بيلا اخدتهم اما لقيتهم مرمين على الارض عشان تعمل بيها اجراس، وان ليزلي اخدتهم عشان تعلقهم في بيت الشجرة لكنها ما كانتش تعرف انها مفاتيح مهمة. وبيقول لها انهم لازم يروحوا يجيبوها بسرعة لوالده، وبيروحوا على المملكة بتاعتهم وبيتخيلوا ان زعيم الظلام بيراقبهم وانه بعت حيوانات السكويجر عشان يقتلوهم. وبيحاول جيس وليزلي انهم يهربوا منهم لحد ما بيوصلوا لمملكتهم وبيلاقي ان المفاتيح متعلقة في الشجرة من فوق، وبيشوف ان عدد السكويجرز بيزيد عشان كده بيستدعي جنوده الحشرات عشان ينقذوهم من جيش السكويجر. وبيتسلق جيس الشجرة بسرعة عشان ياخد المفاتيح، لكن طائر كبير بيهاجمه وبيوقعه من على الشجرة، وقبل ما بيلمس الارض بينقذه العملاق من الوقوع على الارض وبيساعده، وبيقدر انه يجيب المفاتيح بنجاح. وبيرجع البيت وهو مبسوط وبيودع ليزلي وبيكون مبسوط ان ليه صديقة زيها. وبتتصل بيه المدرسة بتاعته تاني يوم وبتقوله انها رايحة متحف الفنون لو يحب يروح معاها، وبيوافق بعد ما بياخد رأي مامته. وبيفكر انه ياخد ليزلي معاه لكنه بيسيبها وبيروح لوحده وبيقضي اليوم وهو بيتفرج على لوحات ورسومات. وبيرجع البيت بيلاقي اهله قلقانين عليه جدا ليكون مات هو كمان، وما بيفهمش ايه اللي حصل. وبيبص عليهم بيلاقيهم كلهم قاعدين زعلانين، وبيقول له والده ان صديقته ليزلي ماتت وانها غرقت في النهر الصبح بسبب انها كانت بتتمرجح على حبل واتقطع بيها وراسها اتخبطت وماتت. وما بيصدقش كلامهم وبيقول لهم ان الحبل مستحيل يتقطع، وبيطلع اوضته وبيفضل يعيط لحد ما بيجي تاني يوم وبيروح لاهل ليزلي عشان يعزيهم، لكن جيس بيفضل في حاله انكار ورفض ان صديقته توفت. وبيجي تاني يوم وبيروح المدرسه بتاعته وبيجي له زميله سكوت وبيقول له انه كده بقى اسرع واحد في الفصل، وبيتعصب عليه جيس وبيقوم في نص الفصل وبيضربه في وشه قدام المدرسه بتاعته اللي بتطرده بره الفصل، وبتقوله انها مش هتعاقبه لانها عارفه اللي هو حاسس بيه، وبتحاول انها تواسيه. وبيتعرض جيس تاني للتنمر، لكن بيلاقي ان جانس نفسها هي اللي انتقمت له وجت قعدت جنبه. وبعد ما بينزل بيقرر انه يروح مملكته يدور على ليزلي، وبيلاقي ان الحبل مقطوع وان الشجره نفسها واقعه على النهر، وبيعدي من عليها للمملكه وبينادي على ليزلي كتير لحد ما بيسمع صوت اخته بيلا وهي بتستنجد بيه، وبيلاقيها ماسكه في جزء الشجره وبتقوله انه يلحقها قبل ما تقع في النهر، وبيروح ينقذها وبيقولها انها ترجع البيت حالا لكنها بترفض انها تسيبه، وبيزعلها لحد ما بترجع البيت وهي بتعيط وبيشوفها والدها، وبيلاقي جيس ان بيت المملكه بتاعه اتهد، وبياخد الالوان بتاعته وبيفضيها في النهر من زعله، وبيتخيل ان زعيم الظلام بيطارده وبيحاول انه يهرب منه لحد ما بيتكعبل في الارض وبيفضل يعيط بسبب خسارته لصديقته، وبيلاقي ان والده جاله وبياخده في حضنه وبيوسيه على موت ليزلي. وبيرجع معاه البيت وبيحاول انه يتاسف لاخته على ضربه ليها لكنها بترفض انها تتكلم معاه، وبيشوف رسمه ليها وهي رسماه وهو بيضرب السكويجر، فبيقرر انه يعمل مفاجاه لاخته وبياخد خشب من والد ليزلي ومن الغابه، وبيروح لبيلا وبيقول لها انه عايز يوريها احسن مكان للعب في العالم بشرط انها ما تقولش لحد ويفضل السر بينهم بس. وبياخدها للمملكة بتاعتهم، وبتلاقي انه عمل جسر ليها مخصوص عشان تقدر تعدي عليه لمملكتها، وبيطلب منها انها تستخدم مخيلتها عشان تقدر تشوف كل اللي تتمناه زي ما ليزلي علمته، وبتشوف المملكة والكائنات اللي تحت حكمها، وبيلبسها تاج الملكة وبيقول لها ان ده كله بسبب خيال ليزلي. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.